السلام عليكم. هو الواحد بيحزن جدا لما يشوف كمية الإيجابية اللي بتحصل تجاه شعب غزة من الشعوب الغربية الأوروبية والأمريكية، وفي المقابل الشعوب العربية في ثبات عميق إلا من رحم ربي. يعني لما نشوف الاعتصامات اللي عاملها الأمريكان اللي كتير منهم مش مسلمين أصلا اعتراضا على الإبادة الجماعية ضد إخواتنا في غزة، ولما نلاقي البنات والشباب في ألمانيا مثلا بيعترضوا في المؤتمرات الصهيونية اللي بيحضروها وبيقوموا بعلو صوتهم ينددوا بجرائم الصهاينة في قاعة مليانة بالصهاينة وبيواجهوهم بينتقدوهم نقد لازع وبيكشفوهم قدام العالم، لما طلاب جامعة فيرجينيا الأمريكية مثلا ينسحبوا من حفل تخرجهم بلباس التخرج انسحاب جماعي تنديدا بالإبادات ضد إخواتنا في غزة، ولما يقفوا في حفل التخرج ينادوا بسحب الاستثمارات الأمريكية من الشركات المؤيدة للاحتلال، لما نشوف شباب مش مسلمين بيدافعوا عن إخواتنا، طب فين بقى المسلمين؟ لما الأمريكان عملوا حفلتهم كم يوم اللي تذكرتها يقال إنها وصلت $75,000، وقفوا يرقصوا ويغنوا ومنهم اللي سخرت من أهلنا في غزة ومن المجاعة اللي هم فيها وقالت ياكلوا كيك. الشعب الأمريكي استفز جدا من الموقف ده ودعا لمقاطعة صفحات المشاهير وعمل بلوك كاد جماعية ليهم وحملات لمقاطعتهم، وده أثر جدا على شغلهم وأموالهم وعلى حملاتهم الإعلانية، فاضطر بعضهم يرضخ كده على استحياء وقرر يدعم الأسر المهاجرة من غزة، والبعض منهم تظاهر بدعم فلسطين أخيرا، بس طبعا بعد ما فات الأوان والشعب الأمريكي ما صدقهوش لأنك اتحركت لما لقيت مصالحك اتضرت. وكل يوم من بداية الحرب في أكتوبر بنشوف مظاهرات واعتصامات وحملات وفيديوهات عاملينها أجانب مش مسلمين ومسيرات طالعة من جماعات أوروبية وأمريكية، الناس مش ساكتين. طب احنا فين من الحملات دي؟ فين المواقف الايجابيه اللي اتخذناها كعرب؟ المفروض اننا مستنيين الدور لما يجي علينا في الاحتلال وكلنا عارفين كده وساكتين. طب هنتحرك امتى؟ انا في مره عملت حمله ناديت فيها اننا نقاطع تطبيق الفيسبوك مع بعض كده لمده 3 ايام بس عشان نكبده خسائر ماديه كبيره، واللي استجابوا لكلامي يعني ناس يتعدوا على الاصابع، والباقي بقوا يكتبوا لي في التعليقات لا ما نقدرش، لا شغلنا، لا هو احنا يعني هنقصر وهنعمل له ايه، هو مستنينا. طب يا جماعة هم 3 أيام وهنرجع له تاني، على الأقل نوصل صوتنا إننا رافضين سياستهم المتعسفة تجاه أخبار فلسطين وصفحاتنا اللي بيقفلها وبيحظرها بمجرد إن إحنا نجيب سيرة فلسطين أو غزة في أي فيديو أو بوست. لا حياة لمن تنادي، بكلم نفسي يعني ممكن نقول كده كانوا 5% من التعليقات معايا والباقي كله كان تنمر وسخرية واستهزاء. الأمريكان بقى زمان لما قرروا يعملوا مقاطعة للفيسبوك واتحدوا كلهم رفضا لسياسته في أمر ما وقطعوه فعلا نفذ لهم رغباتهم وغير سياسته. الحقيقة يا جماعة يؤسفني أقول لكم إن أزمة غزة كشفتنا كلنا، كشفت كسلنا وإن همنا على مصلحتنا وإننا ما عندناش روح العمل الجماعي كفريق، ما عندناش روح الوحدة والاتحاد والإيجابية. لما الترندات في الغرب لحد الآن لسه بتطلع على غزة وترنداتنا إحنا بتطلع على تفاهات، مرة مثلا أغنية، مرة رقصة، مرة فويس لواحدة بتتكلم بقلة ذوق، فنجري كلنا نحرك شفايفنا على صوتها، هي دي اهتماماتنا، هي دي مشاهداتنا، هو ده الوقت اللي بنقضيه على الإنترنت. فالموضوع نام عندنا لكن عند هم ما نمش. وبصراحة يعني لما ببص لهم بحس ان الموضوع نايم عندنا من ساعة ما بدأ. الحاجة الوحيدة اللي مطمناني هي ثقتنا في وعد الله عز وجل بالنصر وان الأمة دي هتنتصر مهما طال الزمان. قال تعالى في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون. بس كنت أتمنى نكون احنا الجيل المقصود بالآية دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.